من جمهورية كوسوفو تحديدا على نقطة العبور. مطلوب فحص بي سي ار 72 ساعة، طبعا الإماراتيين بدون فيزا، وتدخل على كوسوفو. ما شاء الله النهر امام الفندق، هذا جسر يؤدي للفندق، وهذه الغابة والممر المؤدي الى الشلال. يلا بسم الله ورب محمد.
مدينة بيخة من المدن المميزة في كوسوفو. يعني إذا جيت كوسوفو لابد أنك تزور بيخة، تتميز بالشلالات، الطبيعة بالمدينة وبتعامل الشعب الجميل. صراحة الشعب الكوسوفي تعامله راقي جدا. هذا مطعم الرمش اللي إذا جيت مدينة بيخة لابد أنك تأكل في هذا المطعم لسببين: الإطلالة والأكل، على مدح أصحابنا. من كوسوفو. أهلين، حياك الله. This is the new hotel. Yeah, they're brand new hotel, like 2 years old. بن سنتين ما شاء الله المنتجع هذا موجود، وصراحة تقييمه 10/10 والله. والله من مدينة بريدرن، شو رأيك المدينة؟ من احلى المدن. يا سلام عليك، يا سلام عليك. على شارع وين؟ على جسر وين؟ جسر الحب مع الحب. انا محظوظ صراحه اني امر على الجسر معك. والله امامنا هو جسر الحجر من ايام الدوله العثمانيه بالقرن 17، بناء قديم ومميز وجميل، ويعتبر معلم ومزار سياحي. يعتبر من المعالم الجميلة اللي بنيت في الدولة العثمانية. جولة في العاصمة برشتينا. شي سكرت.